وقل رب زدني علما. وسلم تسليما كثيرا. وعن كل حجرنا كتاب الزكاة أبوابتي كصاب سنيد ددك سكدا لسين أيوه أبواب الأصناف الثمانية. وعن صارقني الفقير والمسكين. قال باب العاملين كوي شقين أي أيو بابي هي عليها سكدا كشقين أي يا إن لسين أيوه سكدا وحكم إذا وعمل كود يشقوا ذلك قاضنيا. عن بصري بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال وحري استعملني وحي شقاليسي عمر رضي الله عنه على الصدقة زكدا أيوه شقاليسي لما فرغت منها أوشى مركي أنك فارح شيء أنك فارقي وأديتها وسكدي أن قدي إليه عمر أن قدان ديبي أمر لي عمر وحوي أمري إن ليسيه بعمالة مشقاية شقد علي قصيه. فقلت وحنقول عمر إنما عملت وحنشقي يقول لله إلهي درادي ومشقاية كمان دونهين. فقال وحر عمر خذ قاد ما عطيت وحلق السيو فإني أنا عملت وانشقي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته رسولك فعملني رسولك إلى هاي مشقايد بؤسي أعطاني أجرة على عملي. فقلت وانري مثل قولك هذا الكاغاس وكلا وحانري إلهي درادي وانشقيني مشقايد من دونهين. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيله يقول إذا أعطيت هذه اللغوصية شيئا واحكم إذا حولها من غير أن تسأل أدقون ويديسا أمبريين فكل عن شيئا منه واحكم إذا وتصدق صدق إيسوا شيئا منه. متفق عليه. حديث كان وحو الدليل يهي وحي قفكو بريان وبنانين وكوهلو عنستي سويناني حلال وهين. وإذا عطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق معانوا محي مفهومكو دي وحلوغو سيه وحاسيه سؤال يبريه كويمي سؤال شيه بريه دوان كو بنانين أنا لا تأكلو يا معانو عونين صدقانا كونو قنمايه. وحكروا حديثك تلمامي يقفك السكدة كشقية إنه أرنت النوع عاسية كم طيسان أيه إن سكدة وحلقة سيئة مش قايدنا لو أقدقه. وحاو قادنا يوم في مقابلة أجرته أجرة المثل يمر كان غرزة شقدة وقبتها وكلا عادة وحلقة قاطع يالانية. وحكرا حديثك تلمامي يا قفك النيودة تبرع وعمل قود بقبانيا ومصلحة عامة يكشقينيا وحو النيودة يساقو ينحو قيساكو تبرعو مش قايدين لسيو نيدي سميهين. وأوبان أنت هاي انت هدين لقود هذا مش قايد قادو يساقو حقو مالها يساقو تبرع نيودة إنو را مش قايد سيئ لكن هذه لو سو بندغه وقادن كرا. عمر ايو ابن سعد بو اسغلفت الصحابيه لبدو وحي نيودين اني بلاش كو شقيهان حقوقود اي كو تبرعان هذا مش قايد بالسي. ولهذا وحرير شيخ كتاب كقوري وفي دليل با كو سغان توسيني على ان النصيب العامل وفك السكدة كشقية نسيب كيسو يطيب الله إنه حلال ونقون أيوه وإنه وتبرعها بنيو دبا مركه رأينه بلاش كشقية أو لم يكن مشروطا
ama mid lagula heshiiyo uu shardistayaanu ahaanbe marka hore mar hadduu shaqadaasi qabtay isagu mid tabarucayaaba noqdaba wixii la siiyo waa qaadan karaa. وعن المطلب بن ربيعة من الحارث بن عبد المطلب أنه يسقى يو الفضل بن عباس أي انطلق دقاقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي لهي بيوتقين قال وحري ثم تكلم وحال لي أحدنا متكيو وقال وحري يا رسول الله جئناك ونكوني من لتؤمرنا سياد مضحنا وقال لكتوه على هذه الصدقات سكوين كان لصو أرورنا أيو ذا أميرا نوغا دكتو وفنصيب أنو هلا دبتنا ما يصيب الناس ذات كواحي هلا يانو من المنفعة أنفع الدنيا ووحيد مش قاعد لك قادنا يانا قونا أنو حكي الله ونؤدي إليك أنو كوكا أنو ما يؤدي الناس وحاي ذاتكو بحين كوكا نيان. فقال وحر النبي إن الصدقة صدقة لا تنبغي إلا تجوس وما بنانا لمحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد النبي محمد قرابي السنة وما بنانا إنما هي يدوى حويا أوساخ الناس وددك أوسك الجودي ومطهرة لأموال الناس ونفوسهم صدقة فر اليس النبع وفكي بحيي داهرين بيوتاي صفات كحنحنية الدم بجبوه كداهرين إسم ما الكلفتي سنة داهرين بأوطاه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وكيله سبحانه وتعالى يلي أركواوسك جيدتك. مختصر لأحمد ومسلم وفي لفظ لهما لا تحل حلال ما لمحمد ولا لآل محمد ولا تنبغي لا تحل أسكم دوي. وهي حديث كان وحاو كساب سيا هاي أهل البيت كإيو سكادين قادن كرانيين كلا وإنو إيمان دون تالك وحاو كساب سيا هاي أهل البيت كي أي سكادو حاران تكا هاي ما كاش شقاين كران شقا إيمار كامش قايد كي قادن أيان أهل العلم إيقا بدن كود وحي لادين ما مش قايد سكاة إني قاتان انتي سكادي كشقيان حلال ماها ونسى جمهور العلماء كتاقين النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولن سكادة لفتي دو حنا قسي لكي وحي ويديستين وشقالا كشقيان يقدرو كدبنا مش قايدتك وإهلا يعني نهلان رسولك نوحي وقوتك وابي لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أبو حنيفة يساقو حول لي يديك شقيان مش قايد وقادا كران سيدا هدي إبسدان بي لم يتايبول لكن قياس فاسدة وكوري مانا ينسك عما هذا التوابته النبي عليه الصلاة والسلام وبعيه. ولهذا وحر مؤلفك وهو حديث كان يمنعه حديدا يا جعل العامل كسكذا كشقين يا إن لقد من ذوي القربى مد كم إذا قرابة النبي. لكن سيدا أود جينا مسألة ماها وكشقين كراق في قرابة النبي كم إذا سكذا سأورين تدي أولا كلا قريس تدي ديوانجلين تديو أولا كلا لا حديدة مش قايدنا وكقادن كراء أنسى كذا كم يدهين وميل كلا لغسي لكن واحد حديثك أديد يا وإنسى كذا لفتادي ومش قايد وقاعد توقف كم يده قرابة النبي لكن سكدي وكشقين كراء علماء قاركود إجماع باب كسو النقليين اللي سكوها فقسية مسألة داس مش قايدنا واك قادن كرا لكن مش قايد داسي وين يعني سكذا كم يدهان يا هاتو مد ميل كلا لقسين عيو يعني سكدي قاتان مش قايدها وقاتان أما سكلا بها وقاتان عيون بان لو قولين مسألة ذاك لا حديث كالود اللي شدي وحي تهاي صدقات تطوع سنها
ma la siin karaa ama ma qaadan karaan ahlu beyti nabiy? ahlulcilmiga badankood waxay yidhaahdeen haa, taxaaraanta kaahi waa tafaral kaaun. waxaana xadiidkan ka deliishadeen hadalka uu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, innama hiya awsaaqu naas, ota la odhan karo dadka daahirin bay u tahay oo dembigii iyo bakhayltinimadii iyo wixii bay daahirin uga tahay, se qur-aankuba uu sheegay waa tafaralka. marka ta sunnaha iyadu awsaaqu naas maaha, oo waxay ku tatawucayaan, ay ku sunaysanayaan ilaahayna ugu dhowaanayaan, saasay yidhahdeen. laakiin sida saxdi waxay tahay, walcilmu cinda allah, sadaqada sunnaha ah iyo tafaralka ahiba inay xaaraanka ah ka tahay ahlulbeytka, ahlulbeyti nabiya calayhi salaatu wasalaam. waxaana u daliila adilo badan, minha xadiidu salmaan fi musnadi axmed bisanadi xasan, wuxuu nebigu markuu magaalada madiine u hijrooday u keenay salmaan, ataa ila nabiy bitamrin, timir buu nebiga u keenay, wuhi waa sadaqad. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa diiday inuu cuno, saxaabadii buu cuna, lamana odhan karo sadaqad farala bay ahayd, leanna salmaan waqtigaa addoon buu ahaa. sadaqad faralo addoon ku waajibtaana ma jirto, haddii la kalena waa jirtaa, macnaha tusinaysa. ahlulcilmigan leh sadaqada sunnaha waa cuni karaan, qaarkood waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay xaaraanka ahayd, laakiin qaraabadiisa xalaal bay u ahayd. qaarna waxay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga tegey tawarucan, xalaal miirad buu uga tegey. laakiin xadiidkani nacam, xadiidka salmaan aynu sheegnay iyo kuwa lamidka waxay tilmaamayaan sadaqadoo dhammi inay xaaraan ka tahay. nebiguna calayhi salaatu wasalaam lafdi caama buu ku jawaabay marar badan oo tilmaamaya sadaqadu inay xaaraan ka tahay ahlulbeytka, marka mid farala iyo mid sunnaa labaduba xaaraan bay ka tahay. وعن أبي موسى قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن كيديها أما استورهيها المسلمة مسلم كا الأمينة آمن كا وحي لي ربح بحنا يوح كلام بحنا هين الذي كاسو يعطي بحنا ما أمير وحي لامري بيه بإعطائه كاملا لسقوة ما استران وموقرا waa isku macna un kaamilan iyo muwaqaran, tayibatan iyadoo raalli ay ku tahay bihi bixintaasi nafsu naftiisu, xataa yadfacu ilaa u dhiba ila ladii kii umira loo amray lahu isaga bihi xoolahaas, axadu lmutasadiqayni labada wax sadaqadaystay midkood weeye, ka koobaad waa kii xoolaha lahaa, ka labaadna waa qofka shaqaalaha xoolihi haya ila yidhi bixi, wixii layidhi bixi bixinaya isagoo ku niyadsan, mutafaqun calayh. marka mid wuxuu mutasadiq ku noqday, sadaqadaysta ku noqday xoolihiisii, midna wuxuu mutasadiq ku noqday camalkiisii iyo shaqadaa uu qabtay. marka almusharakatu fi ltaaca tuujibu lmusharakata fi lajir, qofka shay taaca wax ilaahay loogu dhowaada iyadoo niyadiisu ay fiican tahay qayb ka noqda, ajarkiina qayb buu ka noqonaya. manaha macnaheedu ajarkii baa loo qaybinaya, ilaahay fadligiisu waa waasic, mid walba ilaahay subxaana watacaala ajar buu siinayaa, ka kale iyadoo waxbaan laga nuqsaamin. laakiin shuruuddaasaa ku xidhan waa inuu muslim ahaado, hadduu gaal yahay wixii la yidhi bixi ee uu bixiyo ajar ka heli maayo, xoolihiisa hadduu bixiyaanu ajar ka helinba, ajar aakhiraanu ka helahayn, mid adduunye mooyaane. waa inuu amiin yahay oo hadduu khaa'in yahayna iyadana dee waabuu dambaabayaaba, wuxuu khiyaan ahaan u bixiyo ajar ka heli maayo wuu ku dambaabayaa. waa in sidaasoo kale uu ku niyadsan yahay oo xagga qalbiga uu ka ogol yahay waxaan bixintiisa, hadduu karaahiyeysanayo dee niyadii baa maqan, markaana wax ajar uu ka helayaa ma jirto.
وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر من استعملناه قفك أن أدر على عمل شقاء فرزقناه أن أصين رزقا حول أن أصينه فما أخذ وحقات بعد إنت أدبدت فهو غلول وخيان ومسق ماسق رواه أبو داود وركا قفك السكذا كشقين أيا أما الدولة دبا أشقين أيا وعمل يشق الله الدري هذه مركا وحل قوله شيء أنت اللي قوله شيء بوليه هيا راتا ما بدناتو اللي سيا اختيار كيسا كو قلي ما أورانك روي ويرتها يو إن كلانو كدر سنية وحي كلا ديرادة وكدر صدا وغلولوي غلول كنا غلول كنا والخيانة في المال العام ومسق ماسق الله مسق ماسق إلا خيامة يحولها قودة ومدوا يوضل يدهاي وحي لكن لقوله شيء وقادا كرا يساقا قوصا كرا ولهذا المصنف كل وفي حديث كواحا كجير تتنبيه برارجين ليسكو برارجين أيهم على جواز أن يأخذ العامل بنان إذا بنان تهاي كيس كذا كشقينين وقاطو حقه من تحت يده سقونه يسوليبه وسكقاطو فيقبض من نفسه لنفسه نفسه سكقاطية اللي سقى حوله بهاي ويسقى بحرية لنفسه نو قاطية يو سقى يا قادن يو قدومني باب المؤلفة قلوبهم وحب بها كوي قلوب تود لسود دمي كمؤلفة القلوب وين نوعي بدين وحسوق لي قال رجين يو انو سو اسلامه يحول على سيو مد مسلم ضعيف الايمان ايمان كيسو هوسيه او لو تاغير يحول على سينيو mid soo islaamay oo la siinayo si kuwa isaga dhigiisa ay u soo islaamaan mid la siinayo difaac u difaaco islaamka oo furimaha tusaalahaan isaga u joogo cadawga muslimiinta uu kaga gudbay kuwa soo dhayn walafatul quluub kay soo galiyeen ana anas anna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam lam yakun maahin يسألوا إلا ويديستو لغا بريا شيئا على الإسلام إسلام نملغو ويديستو إلا دو جرانا أعطاه وابحن جري قال فأتاه رجل نبا النبي عليه الصلاة والسلام ويمي فسألوا ويدي فأمر الله ننكا وحوا أمرين لسيئة بشاين أري كثير فربضا وبين جبلين لباب ورود بوحنية ومن شاء الصدقة حولي زكذا كميدا قال وحري فرجع ونقضي ننكاس إلى قومه وكن قضي فقال وحري يا قومي أسلموا إسلاما فإن محمد المحايل محمد يعطي وحو بحين يا عطاء من مد بحنتي لا يخشى أن كبقناهين الفاقة باهي أن كبقناهين وفان باهي كبقناهين السيد وحو بحية أي وحو بحين يا أولي رواه أحمد بإسناد صحيح وعن عمرو بن التغلب أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال حلال الله كان وصبيين أما الدمر يعرور دقالك الغوص وقبتي فقسمه رسول كوا قيبية فأعطى واسية رجال رقب وحسيي وترك الرجال رقنا وكتي وقدي فبلغ وحس وقعد أن الذين كوي ترك وكتي وحسين تودا عطبوا أرن كايني عنانك سوچيديين يسلوك فحمد الله إلهي وأماني وأثنى عليه أمانت إلهي أماني يا أبو كعلي ثم قال وحيري أما بعد والله بأن قدرت إني أنا أقول أعطي الرجل أنك واسيا أو حسيي وأدعو أنك تقى الرجل أنك كلنا وحال بانسيا مد منك تقى الذي كأدعو أنك تقى وحبانا سين أحب إلي حقيق الله وكا القعيل بذيي من الذي أعطي كانسي وكان وحسيين أن تعالى تسين ما يسوى سينته سبب كلا إلا يضعي ولكن أسي شعطي وانسي أقواما رك لما أرى وحن كوارك في قلوبهم قلوب تودا ومن الجزع يا والهلع
أنا أرققح إيو سقنا شلعان وأكلوا وانو تلصارت أقواما رقنا إلى ما جعل وحى الله يلي في قلوبهم ومن الغنى قناع والخير يوناق من وحكم إذا رقاس أن إيمانك ودي قناع إلى قلوبته دقلية وتلصارتين وحبسين عمري من التغلبة كمذا فوالله إبان كنا أرتبوا لعمري بن التغليب ما أحب متشعلي أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاي كلمة يسائل اللي يقول بدلو حمر النعم قيلك يسعى أساس أنا كلمة دا سائد دا قذيبا إنه رسولك عليه الصلاة والسلام سقونا الدوية إسين وصابتو إسين وهي وكاردقاي إيمانك يغني نمدا قناعة يوناق قلبي قيقا وكوغي هاي رواه أحمد والبخاري وإلا بدأ الحديث بوحي التلمامي هورطا جواز التاليف لمن لم يرسخ إيمانه من مال الله عز وجل قفك مسلم كاسو إسلامي لكن إيمانك سؤال الراسخين ضعيف الإيمان كأه إن حولها إلهي وحلق السنكر حولها إلهي نوال المال العاموي كذا سوق ليس يحولها كربا وأساس كلام الله من النبي عليه الصلاة والسلام رجى سلام لماذا كل عصبة أبو سفيان صفوان بن أمية عيينة بن حصن أقرع بن حابس عباس بن مرداس مدوا البرسولك عليه الصلاة والسلام حسيي يوم حنين 100 من الإبل بوسي بقول قيلة العلم يقار كود وحي ليهين وانت يعني اسلام كفاف لكن اسلام كما رد وفاف وحوغيستي قفنا اسلام لماذا وحبل غسين مايو لكن قضية وحي كحرنت هاي اسلام كفاف شخص يجن قوني دا وحي كحرنت اتصال هان قال كعه إلا رجينا يهدي لصيئة إنو إسلام لما ننسخين أدي الله كسر أرتي تأليف القلوب واحد كلا لقى قادنا يا إمامك مركو وحبحنا يا ما وقاميها أمضو إنو ضدك كسي ما واجب ماها هدو كسي ما وإن الأوران ما يوى عدالة در سيدة ما عدالة معها إن مرول بلا سيمه عدة وحلا سينا أيه أما عدة وحلو ديب أيه أما إن تسوية عدالة لقديقة وغلط وخلد وين سمستو عدالة ونقطها حالة ذا قاركون حالة ذا قاركون عدالة دري نقطها سمستو عدالة و مر والبا إن لا يلصا مناسب كاه إلهينا وعدل في خلقه وعدل في أحكامه سيقوم مناسب سنيد الحكمة دعا يكتر تبو إلهي وحكم مركاين لرادة عدالة دعا التسوية والسمستة مبادئ حنحن باك دلاتي إميكا شبهات كان كفارتي أتباعهم كوى الراعية دبس عدا يكسو أروريان في قضية المرأة أرنت دمرك وحأصلوا يكسو ليسين وايتاين للدميو دي لربا شبهات كاين لا بابيو تسوية إني عدالة دي كو معنية السميستة قبار دي هدي لنكي للسمي واي عدالة الرايتاين وهذا غلط كبير لربا السميستة أي عدالة ده عقلا وشرعا سميتانك وعدالة ما ده أرده امتحانك قادك ورن ودرجه يسكو ميدا عطسيسو تسوية دي واتسا ميسا ميد عدالة ميسا كي بقولك كيانية كي كنتك كيانية باتري تدواتا من كتسمية هذا عدل أم ظلم أشك أن هذا ظلم كي باهنا إيا كي كلا عدات سنتو عدل ما تس
islaamku ninka iyo gabadha marka laga hadlayo wixii labadooda munaasib u ahna uu ka simay, wixii midkood munaasib ku ahna kaasu ku gaar yeelay, manaha in mar walba arrinka la mariyo xagga ninka. Waxaa jira tusaale ahaan ragga lagu waajibiyo dumarka aan lagu waajibin, hadday raggu yidhaahaan ka war waa cadaalad darree dumarkana lagu waajibin, wakhaldayn waxaas dumarkaan munaasib ku ahay, jihaadka dumarka raggaa lagu waajibiyo dumarka lagu waajibin, nafaqadii iyo masaariiftii raggaa lagu waajibiyo dumarka laguma waajibin. Waxaa jira saasoo kale dumarka loo xalaaliyo raggana laga xaaraantimeeyo, waxaa ka mid a dahabkii iyo xariirtii, dumarkii baa loo xalaalay raggiina waa laga xaaraantimay. Haddee raggu idhahdaan ka warrama waa cadaalad darre annagana nalo xalaalay, cadaalad darre maaha. Labadani dumarkay munaasib ku yihiinoo allaha subxaana wa tacaala abuuray cidnaanay ka aqoon khalqigiisa, ayaa arkay labadaas inay dumarka anfacayaan laakiin ragga inaanay anfacahayn, oo ragga ay wax ka ridayaan waxbaanay u kordhinahayn. marka qof aan ilaahay sharcigiisa fahamsanayn islamarkaa aan garan ahaynna xaqu inuu yahay taacatullah, ilaahay in la adeeco lana yaqiinsado xukumka ilaahay ka u wanaagsan inuu yahay, mar walbana maslaxada dadku ay ku jirto inba hadallada noocaasa ku hadlayo. waxaa kaalna waxaa ka mid a qadiyatu lqawaama, in idhahdaan maxaa ninka mas-uul looga dhigay, gabadhiina looga dhigay mid mas-uul laga yahay. waxaan leenahay haddaanay cidi mas-uul noqon ma fawdaa dadka lala doonaya, waa qodobada ay ku burburiyaan qoyska, ninkii iyo gabadhii la idhaahdo sinma, law kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadataa, haddii laba la yidhaahdo maamulka waad u simantihiin, fasaad baa ka dhasha, oo la idhaha isku awood baa tihiin, oo ka kale amar kuguma laha taacana kuguma laha. mid un bay ahayd inuu talada qabto oo uu hogaamiyaha noqdo iyo taliyaha, kiina ilaahay subxaana wa tacaala ninka ayuu u dooray, wuxuu ugu doorayna sifaad uu leeyahay xagga hogaaminta ah, oo caqlan wa xisan wa sharcan waxaa cad yacnaa raggu inay ka duwan yihiin dumarka, oo ay kaga duwan yihiin jasadiyan wa caqliyan washucuuriyan intaba inay kaga duwan yihiin, wax kala duwan bay simayaan. odaygii Robert Mugabe Afrikaanka ahaa markay ka dayn waayeen rag iyo dumarka hala simo, rag iyo dumarka hala simo, isagoo gaala buu yidhi war ilaahay abuuray baan simin bee oo kala duway abuurkoode, bal waa u dadaali doonaa annagu buu yidhi. yacni caqligii saxda ahaa buu ku shaqeeyey. qadiyadan ay leeyihiin ninkii gabadhii hadduu maamulo waa doonsi waa sidana, waxaa leelaa alaamru laysa kadalika fi lislaam, maqaayiistoodii iyaga iyo miisaanadoodii bay rabaan in islaamka ku xukumaan. alqawaamatu fi lislaam waa xifd, waa ricaaya, waa sharaf lilmar'a, waa karaama, maa mas-uuliyad looga faa'idaysanayo ciqaab addoonsi iyo wax lamida, waa mid gabadhii lagu ilaalinayo sharaf u ah, karaamo u ah, xanaanayn u ah fi lislaam. dumarkooda raggoodii baa dulmiyey, dulmigaasay is yidhaahdeen ka yaaca, waxay uga yaaceen meel ka daran, almustajiiru bicamrin cinda kurbatihi kalmustajiiri biramdaai almustajiiri binnaari min aramdaa. qofka ninka camar la yidhaha magan gelaya marka ay dhibaato qabsato waa mid dambas ka cararaya, raran ka cararaya, oo dab magan gelaya, ka taas ayaga ku dhacday. oo qadiyadii ku saabsanayd ninku hadduu gabadhii mas-uul ka noqdo, aabba ha noqdo, zawj ha noqdo, dhibaataa soo gaadhaysa, waxay uga guureen gabadha yaanay cidibe mas-uul ka noqonin, mar hadday 18 jir gaadha iyadaa iska mas-uula, go-aanka doontay gaadhaysa waxay doontay samaynaysa, aabbaheedna wuxuu xaq u leeyay inuu guriga ka eriyo, idhahdo idhaaf dee hadda waad gaadhay waqtigaad mas-uulka iska noqonaysee. dabeetana waxay noqotay mid cidlo ku dhacday, u dayacantay bay gabadhu noqotay fi lgharbi,
dad akhrida marka xisaaiyaadka iyo tirakoobada ay ka sameynayaan faraxumaynta dumarka iyo dhibaateyntooda, wallaahi waa yaa buu ilaahay kuu keenaya. Innaga waa adiga arkay oo waddankeenna marmar baa mid anshax xumi kufsi iyo wax lamida uu sameeyaa oo wax naadir inagu ah, aada bay u buunbuuniyaan oo ay u weyneeyaan. Waddankoodana Maraykanka tusaale ahaan soo qaado, waxay ku leeyihiin 4 dumaraba 3 baa taxarush, yacni xudxudasho ama farafarayn ama faraxumayn ay ku dhacdaa. Markaasaa dhakhtarkaani ka nabadgelayn ay u geliso oo brofesoorkaani ka magangelahayn jaamacadda wuxuu ugu dhigaya ama ishraafaya baxthigii waxay samaynayso, oo tii macalimada ayd ardaydii baani ka nabadgelahayn. Wuxuu dhi nin muslim ah oo caafimaada ka baran jiray Maraykanka, markii horeysaanu jaamacadda galay buug baana loo qaybiyey. Buuli buugga waxaa ku qoran jaamacadda gudaheeda dhibaatada hablaha kusoo gaadha, macalin ka soo gaadha, arday ka soo gaadha, shaqaale kale ka soo gaadha. Markaa hablaha la barayaa raggaas sidii ay isaga difaaci lahaayeen iyo meelaha u ashkatoon lahaayeen. Wuxuu waa meeshii ay isugu yimaanayeen intay aqoonta lahayd ay waxaasi ka jiraan. Marka waa nataa'ijka ka dhashay in gabadhii la yidhi ninkaad la siman tahay xorba tahay, wuxuudina kuwa maamuli karto. Waanad og tahay almar'a fi lislaam aw fi bilaad lislaam sida u ilaashan tahay, dad khaldamaya waa la helayaa, laakiin calaa waji lcumuum marka la garab dhigo nolosha ay ku nooshahay fi lgharbi maaha waxa weeyaan wax laysgarab dhigi kara maaha. Marka gabadha muslimada ah ee boqoradda ah ee beedka ah ee xariirta ah ee la ilaalinayo ee la dhowrayo ayay rabaan inay ka saaraan nolosha wanaagsan ay ku jirto, ay u saaraan nolosha ay dumarkoodu ay ku jiraan, oo maalinun hadday heli lahaayeen cid ka saarto oo ku soo celisa qoysnimadii iyo nin mas-uul ka noqda, taasay la doonayaan. Tii wanaagsanaydna way ka saarayaan dumarka islaamka. Almuhim waa in la fahmo asalka wax ku binaynayaan waa cadaaladdu inay tahay iyo xaqu musaawaadka inay baadil tahay. Iminka birigii islaamku raggii dumarka ayuu u badiyey. Hooyada sama 3 bay ka fadilantay aabba xagga samafalkii marka la eego. Iyagu maxay u sawirayaan mar walba oo islaamku wax uu qaybiyaba inuu ragga u badiyey dumarkana u yareeyey? Hada baatil. Islaamku qaabku wuxuu qaybiyey saasi maaha. Qaabku wuxuu qaybiyey waxa weeyaan waxaan yuu munaasib ku yahay, yaanu munaasib ku ahayn, yuu dan u yahay, yaanu dan u ahayn, waa qaabkaas. Iyaguna waxaaba iyagoon kala eegin ayay yidhaahdeen ha la simo raggii iyo dumarkii. Iminka gabadhu fi lgharbi marka ay joogto waa inay qabato shaqada uu qabto ninku. Ma odhan karta gabadhu anu dee ruux dumaraan ahaye shaqada ha layga yareeyo. Fi lislaam ma odhan karta sooma warde aniga ragga haygala mid dhigina ruux dumaraan ahaye shaqada waxaan qaban karaya halii dhiibo sooma. Laakiin fi lgharbi ma odhan karto, waayo hiya alatii ikhtaarat mabda almusaawaat, kaasun baa lagu xukumaya iyadaa doorateen in ninka la simantay. Haddana sinaanshaha si ay musaawaadka ay sheegayaan lafteeda kamay dhab sheegin. Wa almar'atu fi lgharbi laysat musaawiyatan lirajuli xataa fi raatib maca itixaadi camalihi, iyagoo isku shaqo qabanaya ninka iyo gabadhu isku mushahar maa. Dumarku shaqo ma helaan si ay raggu u helaan, waayo xaqiiqa ay isdiidsiinayaan baa markiiba ka hor imanaysa. xaqiiqadaas waa inuu ilaahay ragga iyo dumarka kala duway xagga abuurka, nolosha, caqliga, fikirka, caadifada, tii uma mar walba ka hor imanaysa. Waxay marka la weydiiyo la idhaahdo maxaad dumarka u shaqaalaysiin weydin, waxay kuleeyihin dumar gabadhii marba way dhalaysaa, way xaydaysaa, xaalad kale gelaysaa, gebigeed way qasmaysaa, taxamulkii iyo adkaysigii ninka oo kale ma laha. xaqaaiqdii ay isdiidsiinayeen waa inaa ninka la mid ahayn oo dhinacyo badan ay kaga duwan tahay ayaa hor imanaysa mogti, mana caddaysan karaan. Markaa hoos hoos bay u wadaan gabadhii lagu odhan maayo gabadh baa tee shaqo lagu sii meya lagu odhan maayo waxyaabo kale loogu cudur daaranaya waa tahay. Baabu qowli illaahi tacaala buu baabi ilaahay uu yihi wa fi riqaab
meelaha sekada ama dadka sekada la siinaya waxaa ka mid a addoommihii. Marka addoommaha la siinaya waa kuwe ma addoommihii mukaatabiinta ahaba ee heshiiska la galay kuwa ay addoommaha u yihiin si ay isu xoreeyaan, mise waa addoon oo dhan baa lagu xorayn karaa sekada? wa yashmal, wuxuu koobsanaya buu ihi bicumuumihi, qowlka ilaahay cumuumkiisa wuxuu ku koobsanaya almukaataba, addoonkii heshiiska is-xoreynta sayidkiisa la galaya oo kayru buu koobsanaya, mid aan laba gelinba in sekadii laga xoreeyo. qala ibnu cabaas, laa baasa, wax dhibi kuma jiro an yactiqa inuu xoreeyo qofku cabdan min zakaati maali, sekada maalkiisa inuu ka xoreeyo. dakarawa canhu axmedu walbukhaariyu. وعن البراء بن عازب قال وحر جاء رجل من بايم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي فقال وحر دلني تسي على عمل عمل يقربني إدوي إلى الجنة ويبعدني يقفقي من النار. فقال وحر النبي أعتق النسمة نفها حراء أعتق النسمة ونف رميسترا حراء وفك الرقبة قورها نفراء ومعنى قيبك النقاء. قال يا رسول الله أوليس وحمان اسكم إذا إن قال لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وإن حرين لقو قارية لوضع حرية وفكر رقبتنا أن تعين في ثمنها وإن ثمن كي العقد يكون حروب الهيد لقو عاوية معنا وحكم إذا لبحية. رواه أحمد والدار قطني. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر ثلاثة تصدح كلهم دمانتود حق على الله وواجب إلهي صارن وإلهي وإسصار وإسكو واجبي عونه كالمين تسو. الغازي كيد ولي في سبيل الله سيدين تا إلهي يكرن قطو إسقو دقالمية والمكاتب يا دون كي هشيس إسحرينيت سيد كي سلق الذي كاسو يريد دوني الأداء وحاو سيد كي سكولي شيئين وبحيين يدي سايتاين والناكح إياك قرصدي المتعففو وقرصدين ودور صنادو وحمار وكدور صنادو. رواه الخمسة إلا أبا داود. بركوا في الرقابة العلم واسكو خلافين العلم يقاركود وحيلين ومكاتب كأون ودون كي هشيس إسحرينيت سيد كي سلق علي إيا سكدا وحلق السين إيا سو يسقب بحيو العقتا وسيد كي سكوليشي وأنا سأل العلم قبدا كود كنتقين العلم يقال كودنا وحيدادين ما يوحى لوجه إذا أن تشترى رقاب اللي تعتقى إن الضوام اللي سوء إبيه حوليس كده اللي سوء إبيه سيلو حرية وحي ليهين هدي لأي راهدو مكاتب كوية وفي الرقاب اللي هو قشي سيئة دي سيقو غارمين تقري لها سامح اللي هو غارمي ركا عين نقول لها يدكوي دي انت لقول لها إلا بچير اللي سوء عليه مرنا ليري وفي الرقاب يو أدون كي دين تلقو لها مرنا والغارمين ليري وأدد كي كلا دين تلقو لها مركا وفي الرقاب مكاتب كي مباها بيليين إوا أدونا مكاتب هين إسا كدي لقصو إيبيا ديتنا الحرية تكالا مكاتب كو حدع كرتين حولي لصيو آنو هدنا الحروبين وقد يعجز نفسه صامة إلا هشيس كان كتابه دولين عيسى وحكيها جائز وكبحي كراسان لكن هدي أدوان لقصو إيبيو دي أدوان كاساقو اختيار وما الله حرني ما دي حر لانت والله حرين كرا. العلم يقال كود نوحي ليين ما لبدو ويسوق ليين وفي الرقاب أدوان ودوي مكاتب وغير مكاتب. وأنا سيدا ولي ابن عباس لا باس أن يعتق من زكاة ماله. والزهري كذلك إنه يجمع بين الأمرين. أرنت أسانو إشاري مصنف كو رحمه الله تعالى. باب الغارمين كوي قشق يدين تلقو الله أبو بابي وكم إذا كوي سكد الله سيني. عن أنسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة بريد لا تحل حلال ما إلا لثلاثة لذي فقر متفقر وصاحب فقر قاسي أو مدقع شديد من آد الضرن أو لذي غرم أما مدو صاحب الدين مفضع من لقارق قحاب بدني ديدا أو قدمه وين ديدا أو لذي دم أما مدقع صاحبه وديق لقويا شيء موجع مدو حانوشيا
وعيد بمركا كبحنا يا مك مكتيدا وتحملي عيد مركا ديك دادس رواه أحمد وأبو داود مركا شاهدكو حويان لذي غرم كي دين تلقوا لها إنه ضد كبري كرم إنه ضد كبري كرم سكدي ولا سين كرم. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال وحري تحملت وحان قاتي ونبر كورتي حمالة يعني وح لقاتو ونبر كلورتو وضد إسهيي بان مركاين وحيا إسكو هيين إنا بحيو سيانو هشيسيو أوش نوع عصبان قلي فأتيت وحانو إمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله أنا وحوي دي سنية فيها أي بها سبب تيدا فقال وحوري أقم شوك حتى تأتينا الصدقة إلا أنه إيمان يسوى سكدي فنأمر أن أكوى أمرنا لك أديك بها سكداس. ثم قال وحري يا قبيصة إن المسألة بريد لا تحل حلال أماها إلا لأحد ثلاثة صدح بتكون مريان رجل النن وتحمل حمالة وحل يسكوها يددك كدح قادو يسقو يسصاري وحلت له المسألة مسألة حلال بيوتها حتى يصيبها إلا وحي وبحيه وهي حمالة دي. ثم يمسك ذات يمسكه ذاتنا وتشوتشينا يا بريدي معناها تعدو حولها يستوى وبنانت هاي سكدنا والله سينا يا ديرجل ديرجلين يقفوا ينحولي سكوب بحيه في السلاح بين الناس تكيشي سين تونا ورجل ين أصابته أي على شيء جائحة وحولها بابية واجتاحت ماله مال كيسي تشيردي فحلت له المسألة مسألة حلال بيوت حتى يصيب إلا وهليه قواما وحن لشي سويكو استاكتو من عيشنا يعني وحن لغن ولاده أو قال سدادا من عيش وحمر كان لشي سدوالة ولشي أساسية ورجل ينين أصابته فاقة باهية فقر وكدعي حتى يقول إلا إرهدان ثلاثة صدح ومن ذوي الحجة ضدك عقلي قال كم إذا ومن قومه وكم إذا هير تولكي لقد أصابت وحها على شيء فلان فاقة باهي يبو سارد فحلت له المسألة سؤال شو حلال بيوت حتى يصيب إلا وهليه قواما من عيش وحن لشي سيكو استاكته أو قال سدادا من عيش فما سواهن صدح روحي كصوهرة ومن المسألة بريضة كميدي يا قبيصة فصحت وحاران يأكلها وعنى يا صاحبها قفك بريضة سميي صحتا أي عنى بولي بعنى وصحت وحلوي الحاران لأنه يمحق الله بابية إلهي بابين بلا بركة كدقاية مركا ندتك سؤال شوي حلاشة وطاي صدح ذانا وقرماها ننك حاكمك ويدي سنة يا بها رأيه نوصة مري شاهدكو هذا وحويه ورجل تحمل حمالة مردي سؤاش حلاله تايس كدينا و والله سينكر غارمين تأيو كميدي هاي وعشر ديوهن قفكو إنا نكود ديمو بن معصيو ساقل لقا عاون ما يسكدي غارمين تمركا والله با ميدا دن قودو ديمو بيو هشي سين تدتكو هاي كميت هاي كاسكدي والله سينا يحولا بدن بهايز ده iya mid deniisa gaar ka u deeymoobay kaasi aduu faqir yahay ay ama miskeen sifadkii kale uu leeyahay baa la siinaya laakiin in deen lagu leeyahay oo qura loo siin maayo babu sarfi bixinti buu baab yahay sakadi la bixiyo fi sabiil ilaahi lagu bixiyo oo jihad kiya iyo wabni sabiil bafki socdaalka sahayd way ka gooday marka fi sabilillahi daasi aayada lagu sheegay maxaa looga jeeda ma jihad kiiba miswa ka caamsan tahay wajuhul khayr oo dhan ba soo galisa ana bi sa'id qala wuxuu ri qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam la tahillu sadaqatu sadaqatu halaalu maaha li ghaniyyin mid ghaniya illa fi sabilillahi illa yujahida fi sabilillahi in mujahid yahay mooyani du mujahid yahay wuliba mutabarri'a غريبة هالنقطة سكدي والله سيرية وفي سبيل الله يبسوك لي أو ابن السبيل أما سعدال قف سعدال مسافرين ويهي موياني وغريبة هالنقطة قف كادو سعدال يهي
sahaydu ay ka goday xoolihiisuna ay ka fog yihiin sakadii waa la siin karaa. Aw jaari faqiirin, ama mid jaara oo faqiira oo yutasadaqu calayh sadaqadii la siiyey oo fayuhdi laka kuu soo hadiyeeya, aw yadcuuka ama kuu yeedha dabeetana kugu casuuma sadaqadii, markaa xalaal bay kuu tahay, qani baad ahaatid bay. Mar haddii isaga la siiyey xoolihiisii bay noqotay, uu kuu hadiyeyn karaa kugu casuumi karaa. Fahiya calayha sadaqa walanaa hadiya, wakii rasuulku laha wixii lagu sadaqadaystay bariira. Rawaahu abu daawud. Wa fii lafdin laa taxilu sadaqatu ilaa likhamsatin licaamilin calayha, mid ka shaqeeya, aw rajulin, ama nin ishtaraaha iibsaday bimaalihi ku iibsaday. Yani laa taxilu sadaqatu liganiyin ilaa likhamsatin, weyaan macno mid qani ah sadaqadi xalaal umaha shan mooyaane, licaamili calayha, mid ka shaqeeyey oo shaqadiisu ku qaadanaya isagu qani baa noqday. Aw rajula, ama nin ishtaraaha iibsaday bimaali ku iibsaday, waa xoolo uu iibsaday weye, marka horese ka haba noqdaan bee. Aw gaarimin, ama mid gashiyoobay oo dan guud ku gashiyoobay, qani baa noqday, isna waa la siinaya. Aw ghaazi fii sabiilillah, ama mid duulay oo jihaad ku jira. Aw miskiinin oo tusudiqa calayhi, lagu sadaqadaystay biha sakadii, oo faahda hadiyeeyey minha sakada, wuxuuga hadiyeeyey liqaniyin, mid qani ah. Rawahu abu daawuda wabnu maaja. Markaa kaa qaniga xalaal bay u noqonaysaa. Nacam. Markaa shaahidku waxa weeye wa fii sabiili illah, oo qofkii jihaadka ku jira mutabarica ahaa xoolabaha hayste sakadii waa la siin karaa. Sakada haddii qofka la siiyo mustaxiq ah, xoolihiisa kale ayay la mid noqonaysaa, waa laga iibsan karaa, wuu iibin karaa, isaga laftiisa sadaqadaysan karaa, wuu hadiyeyn karaa, cid buu ku casuumi karaa. Wacan ibni Laasin Alkhuzaaciyi qaala, wuxuu yihi xamalana nabiyu sala allahu alayhi wasalam, nabigaa nagu qaaday calaa ibilin, geel min asadaqa, ee min ibili sadaqa, geel iskada ka mid a ila alxaj. Rawaa axmed wa dakara albukhaari tacliiqan. Marka dacfi baa xadiidka ku sugan. Xadiidkan iyo kuwa ka dambeeya waxay ka hadlayaan hal ilxaju min sabiili illah, wa fii sabiili illahi da lagu sheegay aayadda oo ah masaarifu zakaa, xajku ma ka mid yahay, oo dadkii tusaaleen xajka tegayay ma la siin karaa sako si ay ugu xajiyaan. Markaa xadiidka ku soo aroortay xajka ku sheegaysa meelaha sakada lagu bixin karo wada daciif, hal xadiid baa saxiixa, xadiidkaasina awr buu ku saabsan yahay. Nebigu ku tilmaamay inuu xabiisullaahi ahaa, isagana kaa xabiisullaahi ku sheegay inuu saka ahaa kuma cadda, waxay u dhowday inuu waqfi ahaa, ereyga waqfiga shareecada uu isticmaasha fii sabiili illaahi. Wujuhu lkhayr oo dhan laguma fasiri karo si jumhuuru lculamaa ay ku tageen akhar ahli lcilm, waayo haddii la dhaho fii sabiili illahi waxaa soo gelaya khayr oo dhan, sakadi wadooyinkii baa lagu dhisi karaa, dhakhtar baa lagu dhisi karaa, masaajid baa lagu dhisi karaa. Waxay noqonaysaa inuu lumo meesha uu ka baxo xasriga aayadda lagu sheegay inama sadaqaatu lilfuqara walmasaakiin walcaamiliina calayha ilaa fii sabiili illahi laga soo gaadho. Haddii weji khayr oo dhan lagu bixin karo, maxaa sideedan lagaga koobay? Waxaa la odhan lahaa uun wujuhu lkhayr oo dhan sakada ku bixiya baa la odhan lahaa. Marka wa fii sabiili illaahi gan waxaa looga jeedaa jihaadkaa looga jeedaa, xataa alxaj soo geli maayo xadiistu may ansixin. Saxaabada qaarkood se waa macnaa laga wariyay arrinkaasi inuu xajku isagu fii sabiili illaahi uu yahay, ama waxyaabihii kale ee khayrka uu ka duwan yahay oo sakadii lagu bixin karo. وعن أمي معقل الأسدية أن زوجها جعل وأيال بكرا قال أي في سبيل الله جهادك وكبحية وأنها أرادت واحد دون تيال عمرة فسألت وويدي زوجها نين كيدو حويدي ستال بكرا قال كيف أبا ودي دو حولي قال إنك في سبيل الله بأنو بحيي اسكده. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوتمي فذكرت له وشاكتي فأمر وحو أمر أن يعطيه أن يوصيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله. رواه أحمد في ضعف. وعن يوسف بن عبد الله بن السلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يمركو حج حجة الوداع
وكان الله نوحا نوسقنا جمل أور فجعله أبو معقل في سبيل الله. أور كأبو معقل يعني هو وقفيه في سبيل الله أبو بحي. وأصابنا مرض حنون بار نقول دعيه هلك وادنت أبو معقل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال بحي حجك وبحي. فلما فرغ من حجتي حجك مر وكفار وقاي جئت وانو إمي فقال وحري أبو معقل ما منعك محاكو ديدان تخرج إنا تبحثوت نلسو حجيه. قالت وحتي لقد تهيأنا وديار قروني فهلك وحق قريو أبو معقل. وكان لنا جمل أوربان اللهين. هو جمل كاس الذي كان حج على أن كحكي لهين. فأوصى بي ودردار من أبو معقل في سبيل الله. جهاد كان لغو بحية. قال وحري فهلا خرجت عليه. ومياد كبحيات كحكي. فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود. الحديث كان ضعف في باكو السجن حتى أدوا أنصحنا يعني في سبيل الله جهادك أوق في وير معنوهم ما سكوها أوركم. باب ما شيء أبو باب يذكر الله شيء في استيعاب الأصناف أصنافتي هي نوعية ضدك هاي سكدة سيا ليري إلا وده جارسيو وسديد الصنفي إلا وده جارسيا مي واجبته مثل قار كم إذا والله سينكران هذا واجب تين لو دكارسيو ميد ولبا انتباهي واجب تين لغا سيو ومعلوم مذهب الشافعي استيعابك انه واجب ياي يا علماء كلام صاين كنت تجيل وعاني مركا ودلي شنو يعني استيعابك الا ودكارسيو انه واجب تاي ايات دا او سكدي كدغت حق اي سيده داسين في ليهين وحانا ليهين سنفي كاستوا ان صدح قف وكميد الله سيو ويجمع بالغدغه فقراء مساكين عاملين جمع نصدح باوير العلم كان واحد كنت قال لا استيعاب كان واجب هين وسكذا هذه فقيرات سين كرت قود يدو كوي كلمه اي جوغان وحان دليشدن حديث هي كسارورتي ان فقير كلا سين كرو سي حديث ابن عباس قصه ارسال معاذ الى اليمن تؤخذ من اغنياء وترد على فقراء كوي كلمه لما شيغين عن زياد بن الحارث السدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلا بن أمي فبايعت سلام لماذا بيعك لقلي فأتى رجل نبي فقال له أعطيني من الصدقة سكدوا حقسي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلا يحكوري إن الله إلهي لم يرضى كمرة لنقوم بحكم نبي نبي حكمك ولا غيره نبي إذا أنا حكم كونه كمرة لنقوم في الصدقات في قسم الصدقات صدقات قيمة تهدي حتى حكم فيها إلا إلهي وحكمي هو لفتيس فجزاها وقيبية ثمانية أجزاء فإن كنت أداد كم يتاي من تلك الأجزاء قيبها ليري سيا أعطيتك وانكسين رواه أبو داود وفيه ضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وسرد كيسة كتيرة ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة ابن الصخر نكور اذهب أتق إلى صاحب صدقة بن زريق فقل له فيه فقل له فيها كلا هذا لو يسير له فليدفع إليك هكسية سألفتي سواحي الحديث كلفتي سنة ضعف في باكو تشيرا المهم سأل صحيح هو استيعابك إنا نواتب هاي سديد السن في بين لودة قارسي قار كم إذا لسين كلا باب تحريم الصدقة سكد حارنتمي صدقة حارنتمي انت الحارنتمي وبابي على بني هاشم لقى حارنتمي ومواليهم يعدي أضوام يقوى دون موالي أزواجهم دمر كود عدي موالي ومايا يقى لقى ما حارنتمي الله أعلم وأحكى بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الصدقة صدقة حارنت مين تيدو باب يهي على بني هاشم غير بني هاشم لقى حارنت مين ومواليهم إيه مواليدو ددتك أدومها وها دون موالي أزواجهم دمر كودا كوي مواليدا وها مايا
يقول حكمها دمر كودنا واحد وجدنا الأزواج معنا دمر كودا حي إما دمر كرير بنو هاشم أبترسين هانجلا عن أبي هريرة قال وحد أخذ وقاتل الحسن بن علي تمرة حبت تمر وقاتل ومن تمر الصدقة سكد تمر تيدي كمدة فجعلها في فيه أفك أيقلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيري كخ كخ ومعناه دو يهي أنا أخ خلق نكن داو كلوي أنا ووح وحنا ضعنتي كلمة تقال لردع السبي عند تناوله ما يستقذر وكلمة لقوي راه هذا المهير سيلوغ عليا وح وقاتي وافك وقليا موقاتي واف عربي باليري واف عجمنا واليري البخاري نصحيح سوحكم كان إريقا في باب من تكلم بالفارسية وأسأل كده وكلمة فارسية بولي أما علمت ميانا دقين أن نقوى هدان نهاية أهل البيت كلا نأكل إنا ننحنين الصدقة صدقة متفق عليه ولمسلم إنك لا تحل لنا حلال نوماها الصدقة صدقة حلال نوماها روايات كقار كودنا ارمي بها أبو النبي عليه الصلاة والسلام تور ألقيها يا أبني إن كي يوسك تور وفي رواية لا تحل لآل محمد الصدقة نبي محمد قرابي الصدقة دون الحلال وهاين ميانت أغين حديث كوح الدليل يهاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام صدقة دون الحرام كاهد وكذلك قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وركوها الله يسكو خلافي قرابة النبي جاي صدقة دوي حاران كتاي وايو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يا العلم كلامه حيكون تجين إن يهير رير بنو هاشم رير بنو عبد المطلب رير بنو عبد المطلب يا خلاف لا شيء كم تشره رير بنو هاشم يا خلافك كبدي وحنود لي شدي نبي عليه الصلاة والسلام إنه لبدا سقلا سهم ذوي القربى وسي قريجي قرابة النبي قال كلها هين غني مذا تصعوا دي بدل كا صدق قد لقى حارنتي وبخاري وحكوري صحيح إسام من حديث الجبير بن مطعم إن إساق يا عثمان بن عفان أوتقي النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أديت بني عبد المطلب من خمص خيبر وتركتنا وهم بمنزلة واحدة غير بنو عبد المطلب خمص خيبر وحبات كسيس أنك نواد نقاتك تاي غير بنو عبد الشمسي أدانو ناي وأنا نكوسي من ناي قال رسول الله إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد غير بنو المطلب غير بنو عبد المطلب وحانوس يبوري غير بنو هاشمي غير بنو عبد المطلب وشي قريس كدقين ورقات هاسي ودري شدين إن غير بنو هاشمي غير بنو عبد المطلب أيهين أهل البيتكم غير بنو هاشم إيجا الصين وشاقني خلاف بدني كوبتشيرو غير بنو عبد المطلب أيو خلاف كوبتايا هاي والأمريكا وروان عكسيبا رير بنو هاشم يا خلاف بدنكم أشير رير بن عبد المطلب أي خلافكم بدأ يبينني نعم
ورانو اينو قاعد الله يصدقات ده تفر الكاية السنة الله بدو بين اسكو مديهين صحيحة اونو فرقو دحين. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وادري رجلا من بني مخزوم كمدة على الصدقة تبو الدري نبي عليه الصلاة والسلام. فقال وحر ننكاس لأبي رافع وحكور اسحبني الراع كيما تصيب منها سياد وحوقها شو سكذا. قال وحر إلا أصحابك كن راعي مايو حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسولك إلا أن أتقي فأسأله أن ويديه أرن كادبته. وانطلق ودقاقي فسأله النبي عليه الصلاة والسلام السلدة ويديه معنا محو ويدينا يا إساقو مولى رسول الله يا رسولك أدون وانتري ورسولك وحريي سكذا وحمك قادة كرا. فقال وحري النبي إن الصدقة الصدقة لا تحل لنا حلال نومها وإن موالي القوم ذاتك موالدون من أنفسهم يقع أي كمديهن معنى لا حكميهن. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. أي حكمهم كحكمهم. مرقى حديث كان نوح الدليل يهي إن الصدقة حاران كتهي إن الصدقة لا تحل لنا نبي عليه الصلاة والسلام إيه قرابة ديس. وكذلك إن حاران كتهي على موالي بني هاشم حتى هديه كشقية أو مش قايدة هانس كاللوسيه سيدي أين قصوا من رأي قرابة النبي قبل موالدنا والله مت. قال الشافعي حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه. إلا إذا أمرك أيه وما الله مواليد شرفتي رسولك قرابة سوائل هاي روحي الله دوا كما قنطعي كاسوا هذا الكوري من أي حديث النبي عليه الصلاة والسلام صريحة إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. وعن أمي عطية قالت وحيتني بعث إلي وإصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة نفاري من الصدقة كمدة فبعثت إلى عائشة عائشة ردري منها ونفك أريقا حقيسا ونقدر بشيء وح وحنفك كمدة أيان عائشة ودري. فلما جاء مركو يمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحلال عندكم من شيء وحمياد هيسان عنتاء. فقالت وحيت لله إلا أن نصيبة لكن نصيبة أو نصيبة بعثت إلينا ونصدرت من الشاتي نفك أريقاب إحنا قصدرت التي تاسو بعثتم أدرتين بها يد إليها يد أدرتين. فقال وحوري إنها قد بلغت ويقاردي محلها ميشيد ويقاردي متفق عليه بمعنى يد وكب حيسي وصدقهان بيقب حيسي مرها دي يد وإيقاضتي صدقهان ويقب إذا أمرك وحاوف رأينا كنت تصرفته ويبسه ويهديسه ويصدق ديسه. ولما ملكتها انتقلت عن حكم الصدقة أمرك يدو ملكي دي يالطي حكم كي صدقها ويكبورتي كامعنو حويا وحلال بين وطاه وإنك أمرك ينسيسي صدقة إنه معها وهديت. وعن جويرية بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقالي فقال وحر هل من طعام راشين ما يسان. فقالت لا ما يا والله بان كنا ارتما عندنا طعام راشين ما هينو إلا عظم لف موياني من شات لفتاسي أو نيف أريكسو تشيد
شاطئس وعطيتها تسيسي مولاتي تي أدونت إيها أن ترتي من الصدقات كسيسي. فقال وحوري قدميها صادق قد بلغت ويقاردي محلها ميشي دي ويقاردي صادق. روى أحمد ومسلم. وهي حديث كان وحال ودل شدي أولا دومرك رير بن هاشم ودحي دومرك رير بن هاشم ودحي مواليدو وددك دوما ويددك حريين يو إن أنا إلهين حكم كقرابة النبي وأيو يدو قبرنا سياحيد مولات زوج رسول الله رسول كلا حاس كيسا مولات كيدي يدو عيد يعدنا الصدقة دي لسي وحكى الله علماء قال يدل الشدين با دمر كالنبي قلنا لي كم يدعين أهل البيت كان إذا كادوا حاران تكتعين وهي هدي كم يديهين مواليد ودي يددك حريين يجي لحكم نقول الله هاين سأسي يدل الشدين. وأنا زيد بن أرقم رضي الله عنه كان صحضي إن دمر كالنبي قوانا يا هين أهل بيتي الذين تحرم عليهم الصدقة لكن سيد الصحيح وحيت هاي إن مواليده دي أي أبنانات الصدقة الدليل ما إن يجا أبناناتي وحانتها سيد الدليل نبي عليه الصلاة والسلام دمر كيس ما يلبضن بكشاقين آل كيسيهين ومركو ضحية قال لي اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد آل محمد وشيقي أنا الدمر كي سويه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. عائشة رضي الله عنها وحيتني إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة كابن القيم وحيد هذا حديث آل كالو شيقي بدن كذا دمر كالنبي قوي سوق ليان marka sidaan u soo galayna xadiista sikada ka hadlaysa wa soo galaya waxa la oran kara mawaalidoodu hadda maxay kaga duwanaadeen mawaalidi een qaraabada iyo aalka nabiga waxay kaga duwanaadeen qaraabada kale oo asal iyagu wada nabiga kaleey salaatu salaam tirsiin bay la wadaagayaan laakiin dumarka nabiga kaleey salaatu salaam asal ahaan aalu nabiga ma yahayn zawaajkii guurkii ku noqdeen كعديه كسي فرعنته يجا الدوما وهايد أما يحريين حكم كودا قاضن مايان أنا يجا آل نمدو دان حوك بدنين مركا فرعية كسي فرع ما حكم كودا يلان مايو وحي لبدا حديث بالدليل يهين قفكا يسكدو أما صدقاتو يحاران كتاي عدي مركا حق أولا هيدا مستحق هيدا مركا يقاعده إلا السيادة بديد إساقا يوصو طلاو دي سوق قاعده لغا إيبيو أما اللوهي بيو أما اللوه هديييو إلي حلال نقونيسو وبريرا مركي نبيغي هيلب كالوصو دي قاعده ومحاي حقا لغا كياناي هذا ما تصدق بيه على بريرا باردي ويحي بريرا لغو صدقة ديستي نبيغي بحوله هو الله صدقة ولنا هديه اذا صدقت بو ياي نقرا هديه بو نويه باب نهي المتصدق كي صدقت بحيي ديديست لو ديدي بو باب ياي اشتري انو يبسدو ما تصدق به وحو صدقت است وقف كي سغو صدقت لا بحين صدقت دي سي ديبو يبسدو الا ديدي بو باب كان كسابسين. عن عمر بن الخطاب قال وحو حملت على فرس فرس بان بحيي ومعنى عيد أنك قاضي في سبيل الله في الجهاد فأضاعه واحد ضيعه الذي كان عنده فرس كاسية هيستي
wuxuu arkay isaga oo markaa ku iibinaya qiimo aada u hooseeya oo qiimihii faraskaanu dhigmin. Fa aradtu waxaan doonay inaan ashtariyo inaan faraskii iibsado. Wa dhanantu waxaan fishay annahu yabiicu inuu ku iibinayo birukhsin qiimo jaban. Fa saaltu nabiya sallallahu alayhi wasallam nabigaan weydiiyey aan ku uri ma iibsadaa faraskan sadaqada u bixiyey marka hore. Faqaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa tashtarihi ha iibsanin walaa tacud fi sadaqatika sadaqadaadii ha ku noqonin. وإن أعطاك وكوبا سيو أكابا أكاغبا إيبيا بدرهم هل درهم قيمة وصيبا كاسية. فإن العيد محايا لك كن نقضي في صدقته كالعيد وصدقك كن نقضي في قيه متجيس اتفق عليه. وعن ابن عمر أن عمر حمل أي رجلا نمبو قاضي على فرس بوكو قاضي في سبيل الله في الجهاد فرس كان جهاد كأو استعمال بكله في لفظ تصدق بفرس في سبيل الله ثم رآها واركي تباع يدو لإبنيه فأراد وحد رأي اشتريه ويبسده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نبيك أي ويديه فقال وحوري لا تعودها كن قون في صدقتك صدقت هذه يا عمر. زاد البخاري فبذلك أرنك سيبتي أيو كان ابن عمر عبد الله بن عمر روحها لا يترك ميدان كتجنا يبتاع عين يبصر شيئا شيء جاز تصدق به الصدقة يستي إلا جعله حكية لكير الصدقة وهدو يبصر شيء الصدقة يستي دب أيها هذا الصدقة وجب حين كري. مركا مركو لا يهي حملت على فرس في سبيل الله يا حمل على فرس في سبيل الله فرس وقف مو هين انك هو ملكسي لا دو وقف هين ايبيا وما بناناتنا. علماء قارنا وحي يرادين وقف بوها لكن انك انه ايبيا وحي او بناناتي فرس كو تقدر ريو شقدي مركا لوغا باهنا اي ايانو قبنا هين بلا نفع ونقضي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صدق أيوك شاقي ظاهر كو حويا لأنه كاسي كصدق ديستو ملكسي فأضاعه وضيعي فرسكي حلكي كسار راكا مصابح أما قدر كيسي مو قرانو قيمة قدر كيسي قيمة قيميسي آدوغو سيوكو يبين أيوانا سيدا الروايات كواية المابين. إنه يبصد النبي وعود بكم أجعابه كنا قش لا تعود في ولا تعود في صدقتك ده يسقوا يبصنية صدق ده هذا كنا قرن يعني ويا رنت نوع سوى حساب يسا قفكي ومركو وركو صدق ده يستين ومحاباد وصمايو أرصادتك ولا جور جرتمين وقيمه دتك اللي جسير أيه سقى وكهوس مريم ومركا واحد صدقات دي سي كمي دي وبلاش غصة نقضه. العائد في فإن العائد في صدقاته كالعائد في قيوة حلود اللي شدار انتنين حاران تاي وهي متقى ان لقون نقضه وحاران. أكثر أهل العلم لكي واحد لدينا انتنين حاران ما هي تشبيه هو للتنفير وصفعل كي يدغن كنوع عن اللوغة إريو اللوغة دي قفك. عبد الله بن عمر هدي اي دعدو صدقه الله بها دو يبسدو ديبو صدقدين جيري وحاله موقته انو نهي يديد من رسولك او كفهمي صدقه ان لا يبسن كرين سي لو هيستو لو ملكيو لكن قفكو يبسن كرو سو هادنا مر لباد صدقدايستو ساسو حديثه كفهم. جمهور أهل العلم وعيرادين نهيجا لا تعد في صدقتك تحريم فايدينيه وحان أود الله حوري نوصى مري ضدك أي صدقته حلاشة وطاية أغنية هدناء رسولك وحكو داري
أو رجل اشتراها بماله والنساء قد بحيي وأدنا حوليسك إبسدي. ولهذا يحرم المصنفك وحمل قوم باوحي كفسرين هذا حديث كان على التنزيه نهي يقولون كراها فائدين واحتجوا بعموم قوله أو رجل اشتراها بماله في خبر أبي سعيد. هو يدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر وحكالات سنية نهي قناه التحريم فائدين أين يبسى شدى ابن عمر وصدقات يدبوا يبسى انشري يصدق حديث كورين إياه ولو فهم منه التحريم لما فعله دون كفهم إلى أحر أنتمين أرن كما الصميين وتقرب بصدقة تستند إليه. باب فضل الصدقة صدقتي فضل جيد أبابي هاي على الزوج قبل دعينين كيده كو صدقة يستي ولا قاربي إيه صدقة قرابة الله سيئ قودها. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت وعيتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وعيني تصدقنا صدق الله بحيا معشر النساء دمره ولو من حليك ولو من حليكن واحد سكوق الحسان أبا النقضة واحد صدقتك بحين سانة. قالت وعيتني فرجعت والنقضة إلى عبد الله بن النقضة عبد الله بن مسعود فقلت وعيني إنك أدق رجل نباتاي خفيف ذات اليد هينتي سؤيرتاي معنى أني فقير باتاي فقري قوم باني كيومين وطوس أنا يقول شيء جناي أسر بيت. وإن رسول الله إن قد أمرنا وحنا أمر هدانا الدمر كناي بالصدقة فأتيه رسولك إلى يطقه فاسأله ويديه عن الصدقة ضيد وأديك مكوب بحيسة فإن كان ذلك أديك أسويها يجزي عني مديك الجداية يعني هدانا أديك كسيها الدوية مديك الجداية أعطيتك وان كسين وإلا هدانا الجداينا صرفتها إلى غيركم إذا أدقي عررت هذا هين بنصين دونا. قالت وحيتي لي فقال وحر عبد الله بل ائتيه أنت أدقي قوتك رسولك سوي دي. قالت فانطلقت وان رقاقي فإذا امرأة المساوى وقبت من الأنصار كميدة وبباب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا الباب كي ستاقا وحاجتي دنتي حاجتي دنتي حاجتي أي كحاجتي أيتاي واسكو وحبان رسولك ويدينيني. قالت وحيتي وكان وحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت إلا صار عليه دشيس المهابة هي بدبا دشيس الصاريو حتى سؤاشا لقمدي رنشرين لقمدي رنشرين. قالت فخرج علينا وحن غصوا بحي بلال فقلنا له حن كنري ائت أتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الشيخ أن امرأتين لبض مري بالباب الباب كيري تشوغان يسألانك إيغو كويدين يا أتجزئ الصدقة صدقة ما كجديس عنهما لبضى الدمار على أزواجهما مركا يكو صدقة إستان رقود وعلى أيتام يكو صدقة إستان أقومه في حجورهما نبتو ذا سالا ومعنى إيقوى يحيالي حنانيا ولا تخبرها ونشيق الرسول كما نحن عدان نهي. قالت وحيتي فدخل بلال بلال با نبي قال فسأله قال لو رسولك حكوري من هما وايه فقال وحر امرأة قبر من الأنصار كميدة إيه وزينب إيه زينب تي حاسك عبد الله بن مسعود أما زينب بيوري ساقو فقال أيو الزياني بسينب ويكوا بدين سينب تي فقال امرأة عبد الله فقال وحر لهما أجرا لبا أجر بليين أجر القرابة أجر كي قرابة لماذا قرابة حين أنت أجر صلة القرابة وأجر الصدقة يأجر كي صدقة متفق عليه. ولفظ البخاري يجزي عني ما يقود أن أنفق على زوجي إن أنك يقصيه وعلى أيتام في حجري. حديثك وحلو الدليل الشدي قبرد صدقة الصنة يد إشكال ما بلها لكن سكدي كوا تبتي إن أنك يقصين كرتو ظاهر كحديث كنا وحويه إن الصدقة سياهيد صدقة فرالة إريد استعمال شيء بقى إريد تصير أي فرالة فإن كان ذلك يجزي عني
iyo atujzi sadaqatu canhuma calaa aswaajihima. Waxaa kaloo taasoo raacaya inaa nebigu calayhi salaatu wasalaam istifsaar weydiin, haddii sadaqada faralka gabadho ay bixinayso iyo tasunnaha ah markay ninkeeda siinayso ay kala xukun duwan yihiin oo tasunni ay bannaan tahay, ta faralkaina aanay bannaanayn, nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aal buu arrintaa ka weydiin lahaa. inay markaa ka gudaysana waa madhabka shaafici, wakadalika riwaaya can malik wa can axmed iyo a'imo kaleba. qaal musanif raximah llahu tacaala bacda saaq alxadiid, wahada cinda akhari ahli lcilmi fi sadaqa tatawuc, buu isagu cilmiga badankooda waxay ku fasireen sadaqada sunnaha ah. almuhim, daliil diidaya ayaan jirinba gabadhu inay ninkeeda siiso sakada, nafaqadiisa iyo masruufkiisuna iyada waajib kuma aha. haddii la odhan lahaa masruufkiibay markaa iskaga gudbaysa. waxa u badan ay ku cileeyeen waxa weeye qolooyinka diiday in ay iyada kusoo noqon karto, wahada laysa bilaazim, taasina laazim maaha. ninku xaaskiisa zakadii ma siin karaa? bilijmaac la, ma siin kara isagu. caruurtiisana saasoo kale ma siin karo. cid kastoo ay nafaqadoodu iyo masruufkoodu ku waajibay ma siin karo, waayo masruufka isagu uu siinayo ayay ku noqonayaan aqniyaa, aanay sakadu u bannaanayn. وعن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة صدقة على المسكين لغو صدقة صدقة وي وصدقة وهي صدقة على ذي الرحم كقرابة نمو صاحب مركة لغو صدقة ثنتان والله صدقة صدقة هي وصلة حرير قرابة الحريري. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. معنى فضل الإرادة بين هذا صدقة القرابة الصيصة وهي قرابة حرير بكترته. وعن أبي أيوب قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة صدقة أفضل بدني الصدقة وهي على ذي الرحم لقو الصدقة استك قرابني ما صاحبك الكاشحي علاتك هيا يا على الحمر. رواه أحمد وله مثل من حديث حكيم بن حزام كاشحنا المضمر للعداوة. حديث مركا واحد دليل شدي أهل العلم قيري سكدي والله سين كرا دتك قرابة حتى هدي مصروف كود وكواتبي النبي عليه الصلاة والسلام كلا قادم. لكن أولاد أصل كي فرع يجا إجماع بالقصة النقلية إن الله سين كان وسكدي سيان وسين كرين فإن فقدوا ذا واجب كوع مركا إجماع سا حديثا خصيصا يا مد مستند الإجماع بخصيصا. وعن ابن عباس قال وحوري إذا كانوا هديهين ذو قرابة كوا قرابة نمو صاحب ولا تعولهم آنا مصروف فأعطيهم سي من زكاة مالك سكذا مالك هاي. وإن كنت تعول مداد مصروف ترى فلا تعطيهم السين ولا تجعلها ويلي سكذا دي لمن تعول إداد مصروفته. رواه الأثرم في سننه. العلم يقار كود وحي كنت تقول مصروف هام بان لو سين كارين لكن هو لو سين كارا وشيد دكالي آباها هو يدا عرور تادي تصالحان دي الدين لقول لي هاي واتكاقا بحين كارتها لكن مصروف هام بان لو سين كارين وهي مصروف كودا كو واجبي إن دو واجب واجب كو قدو بتبين نقول ساتا سينما بنانا. والله أعلم وأحكم بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولالك سكدا دمسين كرتا؟ نعم ولالك سكدا دمسين كرتا؟
aya adiladu waa caam wax ijmaaco marka arrintaa diidaya oo ku soo aroorina ma jiro waayo guur iyo طalab اlcilmi ma la kulmin karaa nacam waa la kulmin karaa laa tacaaruda baynahumaa hadduu qofku waqtigiisa nidaamsado wuxuu ihi waxaa tidhi banu cabdilmualib ziyaadat cabd wasaxiix almualib nacam reer banu lmualib wey bani lmualib qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri ma doonaysaa acmaasha wanaagsan o dham inay kuu fudlaato faral iyo sunnada ma doonaysaa xumaanta naftaada inaad ka reebto aad ka goysa inay kuu fudlaato carabkaaga xuska ilaahay ha ka qoyanaado macnaa kun mukthiran min dikri illah waxaad noqotaa qof fara badinaya ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa asalu llaha alcadiim rabba alcarsha alcadiim an yuciinana jamiican calaa islaaxi anfusina waan yakfira lana waliabaa'ina ummahaatina وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.